يتهموا إدارة المستشفى بتجارة الأعضاء. ما هو سر اتهام مستشفى الصحة النفسية بسرقة أعضاء المرضى؟ بلاغ للنيابة يتهم الأطباء بخطف مريض وسرقة أعضائه يثير الذعر بين الأهالي. لا يوجد دليل على أي انتهاك لحقوق هذا المريض داخل المستشفى العباسية. إدارة المستشفى تنفي وتعترض على الاتهام بشدة، والأطباء يقفون وقفات احتجاجية. أكيد المشاهد هيتساءل، هذا الملف الشائك يناقشه الإعلامي أحمد بدوي في برنامج من الجاني، وينقل لكم التفاصيل بالصوت والصورة داخل مستشفى الصحة النفسية. في حالات هنا وحشة أوي. ولقاءات حصرية مع المرضى والأطباء لكشف اللغز الغامض. أمي اللي كانت بتراعيني وأمي ماتت، وأنا شفتها وهي بتموت، كان نفسي أشوفها وهي بتموت، أشوفها وأسلم عليها قبل ما تودعني. مرات أبويا لما كنت أروح عندها كبت تضرب، ضربنا على راسي بلغة الحل. انتظرون السبت في 9 مساء. من الجني؟ معقولة؟ أمان عليك يا دكتور، أنا عايز أتفرج عليه.